السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه محافظه القاهره، تحديدا منطقه بولاق الدكرور. قبل ما نتكلم في القضيه او في القصه اللي احنا هنتكلم عليها او في جريمه القتل اللي حصلت دي، هنتكلم في حاجه صغيره. كتير مننا ممكن يروح يشتري من محل معين لبس معين، قميص، بنطلون، الستات بيشتروا جيبه، يشتروا حاجات اللي هم بيشتروها ايا كان. وبيتصادف برضو بعض الامور ان الحاجه اللي هم بيختاروها لما بيروحوا يقصوها في البيت بيلاقوا فيها ديفو معين، او بتبقى ضيقه او بتبقى واسعه شويه، فبيرجعوا تاني للبائع او المحل ده وبيروحوا يغيروها بكل ادب وبكل احترام. المتبع ان المفروض صاحب المحل ما دام الحاجه دي ليها حاجه اسمها مرتجع في خلال 14 يوم لو فيها حاجه معينه، وممكن برضو بتتفق معاه او بيتفق معاه الشخص ده، معلش انا هروح اغير الحاجه دي او هقيسها في البيت علشان اخد راحتي وبعد كده ارجعها تاني، لو على مقاسي شكرا، لو مش على مقاسي استاذنك اللي انا هرجعها مره تاني. لو صدف الامر بحاجه زي كده ان حضرتك او حضرتك رحتوا في مكان زي كده واشتريتوا منه حاجه والمحل رفض في حاجه زي كده او رفض ان هو يرجع الحاجه دي، وانت ليك برضو مع الريسيت بتاعك او مع الفاتوره بتاعتك ليك ان انت ترجع الحاجه دي في خلال 14 يوم، ده امر بديهي وقانوني. لو حضرتك او حضرتك الراجل رفض او صاحب المحل رفض حاجه زي كده، حاولي او حاول ان انت ما تتخانقش او ما تتكلمش معاه، حاول ان انت تاخد حقك بالحاجه القانونيه فقط لا غير. عايز تعمل محضر اعمل محضر، عايز تتصل بشرطه النجده اتصل بشرطه النجده، عاوز تتصل بحمايه المستهلك اللي هي على طول ارقامها موجوده على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كلمهم على طول وفي خلال يوم واثنين وثلاثه هتلاقاهم بيتصلوا بيك، والامر ده عن تجربه مره واثنين وثلاثه مش معايا، مع كتير جدا كمان. حاول تاخد حقك بالحاجة القانونية، ولكن ما تحاولش ان انت تدخل في مرحلة معينة الا ولا هي مرحلة الغضب. ده رأيي في حاجة زي كده. موضوعنا هنطلع بيه زي ما قلنا لغاية بولاق الدكرور، احدى المحلات. بنت راحت اشترت من هناك مايو شرعي بكيني مش فارق كتير، ايا كان راحت اشترت المايو من المحل اللي احنا بنتكلم عليه. المحل ده بيملكه شقيقين، الاتنين اخوات صحاب المحل. اشترت منهم الحاجة وراحت بعد كده روحت البيت ولقت ان الموضوع او المايوه اللي جابته مش عاجبها لما قاسته في البيت. المحل بيبقى زحمة ما بتعرفش تتفرج بطريقة كويسة، ايا كان ضيق واسع زي ما بنقول. المهم رجعت تاني لاصحاب المحلات قالت لهم بعد اذنكم انا عايز اغير المايوه ده وانا ما لبستهوش. الاثنين الاشقاء قرروا برضو قالوا انت اخدتي المايوه وكمان شكلك لبستيه. انا ما لبستش المايوه ولا عملت فيه اي حاجه، انا برجعه لكم تاني، انا ما لحقتش ده انا لسه اغلاه من وقت بسيط. الاثنين رفضوا الموضوع وبداوا ان هم يكلموها بطريقه مش كويسه وبطريقه هجوميه جدا. البنت ما لقتش تعمل اي حاجه الا انها تتصل باخوها الاكبر منها علشان يجي لها على طول في الحال. قالت له الحقني تعالى انا اصحاب المحل اللي موجوده فيه مش راضين يغيروا لي المايو وبيكلموني بكذا وكذا وكذا. بدأت تنفخ أخوها بحاجات معينة للي حصل لها والاستفزاز اللي حصل لها من صحاب المحلات. على طول أخوها جه وبدأ إن هو يتناقش مع الاتنين صحاب المحل وقالوا له مش هتاخد الحاجة دي. بدأت المشاجرة وبدأت الخناقة ما بينهم. الاتنين قتلوه ضربوه بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسمه. البلاغ اللي وصل على طول لشرطة النجدة، اللي وصل على طول رئيس المباحث اللي في الحال قدر إن هو يضبط الشخصين المنوط بيهم ألا وهما أصحاب المحلات ويوجه لهم تهمة القتل العمد في حاجة زي كده. رئيس المباحث أثناء المواجهة لما كلمهم وقال لهم على الحاجات دي كلها والكاميرات موضحة والشهود موضحين كل الحاجات دي كلها، ولكن هم أنكروا الكلام وقالوا إن هو جه علينا ومعاه سلاح أبيض معاه مطوة بيحاول إن هو يستفزنا وبيحاول إن هو ياخد الحاجة دي عنوة أو غصب عننا، وإحنا كنا بندافع عن حقنا بحاجة زي كده. علشان كده حصلت الليلة دي كلها وأصبح في وقوع قتيل أخو البنت اللي إحنا بنتكلم عليها باختصار شديد جدا. الأمر كان واضح وكان جالي رئيس المباحث اللي ما كملش دقايق معينة وكان وصل لمحل الجريمة أو كان وصل لموقع الجريمة وقدر إن هو كمان يعمل الليلة دي كلها ويضبط الأشخاص ويواجههم، وأخدوا 4 أيام على ذمة التحقيق. سرعة رجل المباحث برضه أكدت حاجات معينة في الكاميرات وفي الشهود وفي خلافه. من هنا بنتكلم في الموضوع وبنقول أولا رحمة الله على الشاب اللي توفى وهو بيحاول إن هو ياخد حق أخته في حاجة معينة. عشان كده اتكلمنا في بداية الموضوع عن الحق يتاخد إزاي ويتاخد بحرفنة بطريقة معينة برضه إزاي وبرضه بطريقة قانونية.
اللجوء للعنف اوقات كتير قوي بيضر صاحب الاماكن دي كلها. صحاب المحلات كانوا ممكن ياخدوا المايو ويغيروه بحاجة تاني وخلص الموضوع. الامر بسيط جدا، وخصوصا ان انا لو لجأت زي ما بنقول لحماية المستهلك تحديدا هتجيب لنا حقنا في دقائق صغيرة، وصاحب المحل هيجي عليك يقول لك لو سمحت ويستسمحك ان انت تاخد الحاجة دي اللي انت كنت عايزها منه واللي هو كان رافض ان هو يديها لك. الامر زي ما بنقول لما بنتكلم عليه بطريقة معينة بطريقة قانونية بنعرف ناخد حقنا. في المجمل القصة وراها حاجات كتير، ولكن اخذ الحق حرفنا زي ما بنقول. رحمة الله على الشاب اللي توفى والخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة. السلام عليكم.